بيكم في حلقه جديده من عمال ايديا. النهارده هتبقى حلقه مميزه جدا وهي حلقه الفالنتاين. طبعا كلنا عايزين نحتفل بيه بطريقه جميله. يلا نعمل وصفات تبقى حلوه قوي قوي ونبهر بيها الجزء الاخر مننا. اول حاجه هنعملها هيبقى البيف ويلينغتون. تاني حاجه هنعمل مع بعض صوابع البسطرمه، وبعد كده هنختم بحلو حلو جدا مع واحده صاحبتي مفضله ليا بتعمل احلى حاجه حلوه. نطلع فاصل ونرجع مع بعض. مع بعض بأول وصفة وهي البيف ويلينغتون، وهو بيتكون من الباف بيستري وده الأساسي بتاعه. عندنا هتجيبي قطعة الستيك بتاعتك، وعندنا الباف بيستري هنقطعها بشكل مربع، وبعدين عندنا الديجون اللي هو الخردل، بصل، وهتجيبي بقى بدونس وكزبرة بتاعتك، كريمة، عندنا البيض علشان بعد كده نقدر نعمل ندهنه من بره، الزعتر والثوم والزبدة. أول حاجة هبدأ بيها عايز أعمل بس المشروم عشان ده الصوص. اهو انا محميه النار شويه. طبعا بقى احنا عايزين يعني برضو نتكلم شويه عن الوصفات اللي هي ايه ممكن نعملها. مش لازم نعمل الوصفات دي وخلاص، لا، ممكن نجدد وننوع، مفيش اي مشكله ان احنا ننوع، ودي دايما الحاجه اللي ممكن اكون بقولها على طول. عايزه ان احنا نبدع، مش عايزه ان احنا بس نعمل حاجه اللي بنعملها على طول وخلاص. بالعكس، كل ما جددتي وكل ما عملتيها حاجه لذيذه هتطلع حلوه قوي قوي. النهارده انا هفاجئكم ان احنا هنرست السفره مع بعض، وعاملين كده طريقه لذيذه رومانسيه ان شاء الله هتعجبكم وتعجب يعني جوزك او مراتك، لو انت نفسك تعمل لها حاجه لذيذه تساعدها. الوصفات جميله قوي، وهقول لك على كذا حاجه ممكن نعملها مع بعض غير الحاجه اللي احنا التقليديه اللي بنبقى عارفينها علشان ننوع دايما من اكلنا. هحط بقى معاها شويه ملح. الزعتر بيدي طعم جميل جدا جدا للمشروم، واساسي قوي في الوصفه دي يا جماعه. اهو هزود بس شويه زيت كده، اهو هنحمره. اوكي، بصوا بقى، عايزين بقى نشوف الرصه الحلوه، عايزين نحط الورد يبقى جميل. مش لازم نعمل حاجه اوفر وحاجه تبقى مكلفه وخلاص، لا، ممكن نعمل حاجه حلوه قوي وتطلع جميله جدا. وبدل ما كل سنه مثلا احنا نفسنا نخرج، نفسنا نعمل، طب ما نعمل حاجه جديده. النهارده مثلا ما عندناش مزاج ان احنا نخرج، يلا نعمل حاجه جديده في البيت تطلع حلوه قوي. تمام، حلوه قوي كده. نصفي بس الزيت ما يبقاش كتير. تمام، وكده احنا عندنا الصوص جاهز. اوكي، هنحطه بس ايه في حاجه ممكن سلطانيه نحطه فيها. اللي هنعمله دلوقتي ان انا عايزه اشوح اللحمه، بس هديها تشويحه وبعدين هنلفها بقى وندخلها على الفرن على طول. اهو كده نحط هنا الزبده ونشوف ايه لما نلاقي الزبده بدات تسيح، يبقى هو سخن. يلا، اللي عايزه بقى نعمله دلوقتي هنعملها بالملح والفلفل كده. وهنجيب الفلفل عايزين بقى ايه ندي شويه نصايح برضو. اهو كده، عيد الحب مش كل الناس ممكن تكون بتحتفل بيه، بس ليه ما نحتفلش بيه بطريقه تبقى لذيذه وجميله وفي نفس الوقت ما نبقاش مقفورين، علشان برضو ايه يعني الاوفر بيضايق شويه الناس يعني من المتجوزين او المخطوبين. فممكن نعمل دايما سربرايزز لذيذه، مفاجآت كده حلوه، اللي هي ايه على سهوة، مش الحاجات اللي احنا نبقى على طول متوقعينها. دايما طبخة الحاجة بتبقى تحس ان الواحد مهتم، يعني لان بنعمل مجهود اهو، والمجهود دايما بيبقى مطلوب بصراحة، وبيبان جدا جدا في الحاجة لما بتتعمل. ف
فعشان كده مش هقول لكم افور، بس تعالوا نعمل رصة سفرة حلوة، تعالوا نعمل أكلة لذيذة. كل الحاجات دي بتفرق قوي قوي مع يعني جوزك أو مراتك أو خطيبتك، يعني كله بيفرق قوي معاهم إحساس إن إحنا مهتمين بيهم. فليه ما نعملش كده؟ دي حاجة. وحاجة تانية، أنا استعنت النهاردة بواحدة صاحبتي وهي هتيجي تكمل معانا بقى الحلو وبرضو رصة السفرة. عملنا مع بعض ديكور لذيذ قوي قوي للسفرة عندي، حلو ودافي وفي نفس الوقت بيطلع يعني باين ان احنا عاملين حاجه من القلب، مش حاجه متكلفه على الفاضي. اهو بصوا عايزه اعمله على كل النواحي اوكي كويس اهو. لحمه بقى، نقي لحمه كده تبقى حلوه للستيك علشان تطلع معاكي حلوه. دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين هنجيب عجينه الباف بيستري وهنبدا بقى هنعمل كده اوكي، وهنجيب من الصوص المشروم اللي احنا عملناه هنحطه وهنحط قطعة من اللحمة وهنحط عليها تاني قطعة من الديجون. جميل، ده بيدي طعم روعة وحلو جدا جدا، هيعجب ان شاء الله اي حد هيدوقه هيعجبه جدا اهو. بعد كده نلفها بقى هنا كده، بص ممكن نشيل كده كمان عشان ما يبقاش ايه العجين كتير هنا وهنحطها. يلا كده عندنا اهو، نمسح بقى هنا كده، ندخلها بقى الفرن، بتقعد حوالي 30 ل 35 دقيقة أو على حسب طبعا السوى اللي احنا بنبقى متطلبين بنبقى طالبينه، على حسب السوى اللي احنا ايه طالبينه هنقعدها في الفرن بس كده. يلا هدخلها الفرن، نطلع الفاصل نعمل مع بعض الحاجات التانية. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا ريم صاحبتي، هستغلها اسوأ استغلال النهارده. ازيك يا ريم؟ عامله ايه؟ هابي فالنتاينز داي. سيم تو يو حبيبتي. دلوقتي هنحب في بعض يا جماعه. دلوقتي هنقول لكم بس النوع من انواع المقبلات لذيذ قوي وسهل. هتجيبي باتون ساليه او هتجيبي البقسماط رفيع، هنحط معاه البسطرمه هتفرديها قطع قطع او قطعتين فوق بعض، وهنحط عليها كريم تشيز او قشطه، وهنعملها بالفلفل او بالخيار المبشور. حطي بقى ملح فلفل الحاجات اللي تحبيها وهنعملها رول كده. وبصوا تتقدم بطبق لذيذ كده، ونحط معاه شويه من الحاجات اللي انت جايباها الحلوه دي عشان ايه. بصوا كده بقى ممكن نحط توم برضو اللي بيحب التوم مع الميكس توم. حلو قوي كده صح، وجبنه برضو ممكن نحط جبنه بارميزان صح. اوكي، واهو الطبق ويتقدم ويبقى حلو جدا لما نطلع السفره هتشوفوه. نبدا بقى، قولي معانا هنعمل ايه النهارده. يلا نعمل درينك كده لطيف للفالنتاين. يلا نعمل بانش بالفراوله. اوكي يلا اوكي، نبدا مع بعض. نقول المقادير بتاعته. عصير ليمون اوكي، ليمون اوكي، والفراوله طبعا اوكي، والمشروب الغازي. مشروب الغازي اللي هو البيز بقى بتاعي اللي احنا عارفينه. اوكي اوكي، يلا نقطع بقى الليمون دي نعملها ترانشات صح. بقى دلوقتي المشروب الغازي. ماشي صح كده،
نزود يعني احنا كده بنزود، هو اصلا كان غازي صح تحت وبنزود بس مشروب غازي زياده. حابين برضو التلج يحطوا تلج ها؟ اه بالتلج بقى احسن، هو بيبقى حلو قوي بس بلاش في الشتاء بقى عشان ايه. اوكي كده نبدا بقى نحطيهم. يلا الله الله الله، يعني حاجه جديده تغيير، بدل ما نشرب المشروب الغازي بتاعنا كده لوحده لا احنا ممكن نعمله بطريقه لذيذه. تعالوا بقى نخش في التقيل. احنا هنحضر كيكه شوكولاته كلاسيك وهنقطعها على شكل قلوب. خلق مكوناتها على الشاشه هنا او هنا بقى مش عارفه تنزل في انهي ناحيه. اه مكوناتها تلاقوها على الشاشه وهي لذيذه جدا، وهي كيكه خفيفه يعني كيكه شوكولاته خفيفه عشان ايه ننجز في الوقت. لسه عاملينها دلوقتي، ممكن بقى نحطينها بقى في صينيه مستطيله وحاطين شويه قليلين عشان ما تبقاش سميكه فنعرف نقطعها بقطعات ونعملها بقى كذا طبقه. اه كذا طبقه بقى فوق بقى. اوكي هنحتاج ايه بقى للموضوع ده عشان نعمله؟ هنحتاج زي دي كده صينيه. اه صينيه زي دي وهنحتاج وفي الشبكه دي، بس دي ممكن اي احنا نشتغل على اي يعني على اي اي ارض كده اي حاجه. اوكي نبدا بقى نقطع. عندنا كذا قطعه، عندي بقى قطعات اشكال، نقي بقى الاحجام اللي انت عايزاه. ده حاسه ده حلو، ده الشخص صح؟ اه ده حلو. احنا كده كده هنعملهم ساندوتش يعني طبقتين، ممكن الحديد دي تبقى اسهل. اه دي حلو اسهل في التقطيع. اوكي ابتدي بقى تقطعي. اوكي هبتدي انا احضر لك الفيلينج بقى. بتحبي انت بقى البيكنج بقالك كتير ها؟ اه 10 سنين كتير. بتحبي انت البيكنج؟ دي حاجه جميله. بصي انا بحب الطبيخ جدا جدا، انا يعني الطبيخ بالنسبه لي هو الاساس. البيكنج بقى لسه بادئه بقى اخش فيه شويه بكتشف. بصي هو بكتشف نفسي يعني كيمياء اكتر من الطبيخ. انا كنت بطبخ الاول بعدين غيرت بقى المجال. المجال حلو قوي. خلاص احنا كده هنعمل اتنين بس صح، وبعدين مش هنرمي بقى الباقي. ها موريكم هنعمل بقى بالباقي حركات كمان. دي كريمه هتعملي طبقتين ولا نعمل ثلاثه فوق بعض؟ اتنين كفايه. اتنين كفايه. اوكي حلوة قوي. شايفين يا جماعه كده شكلها عامل ازاي؟ كل ما تبقى رفيعه كل ما تبقى احلى كتير. عملنا واحده كمان. كمان واحده. اوكي عشان يبقوا ثلاثه. خلاص لو فقدنا واحده يبقى معانا واحده احتياطي اهو كده تمام. محشي برضه. بصي بقى تعملي ايه؟ نحط هنا. اه ممكن بقى ايذر نحشيها او تبقى كريمه ساده. او تبقى كريمه ساده زي ما احنا الكريمه المخفوقه بالسكر. اه صح. وفانيليا. وممكن برضو ودي الشوكولاته شوكليت شيبس. ده توت بيوريه عمايل مدام نور. حتى عملت يا جماعه والله عشانكم. ممكن نعمل كمان بداله مربه فراوله. فراوله صح كده. حلو قوي. وممكن الكيك دي كمان ممكن نعملها تعمليها بقى انت كده تظبطي. ممكن تبقى كيك فانيليا كيك شوكولاته بدل كده. اوكي حلو قوي اهو كده. تعالوا نجيب دول هنا كده. نيجي بقى ايه ده شوكليت جناش. اوكي اللي هو بيبقى شوكولاته خيم ومسيحينه مع كريمه لباني. حلو قوي. عايزاه تسخن شويه في الاوبشن ده؟ اه سخنها شويه. ممكن حاجه بسيطه كده صح حسب برضو ريكوايرمنت او ممكن ايه نضرب على طول. نضرب على طول كده تطلع حلوه. بصوا بقى يا جماعه الله شايفين شوكولاته وهي نازله خلاص كده. لو في بقى خناقه في البيت لو في ده خلاص ده صلح. ده بيصلح كل حاجه. بابا بقى تعملي له الحاجات دي حبيبتي عشان يرضى عنك اهو. تعالوا بصوا بقى كده حركات. بصوا طبعا على طول في الثلاجه عشان ايه الكريمه اللي جوه تمسك نفسها. كده اهو خلصنا البيف ويلينغتون طلعناه من الفرن. بصوا بقى هتحطوا معاه جزرتين، ممكن تحطي ماش بوتيتو. عندك البطاطس هتعمليها تسلقيها وتعملي تضربيها في الخلاط او تهرسيها وتتحط في الجنب. بس هو بيبقى جواه حاجات فحلوه قوي. و الجزر ببقى ممكن تشوحيه في النار او ممكن تحطيه في الفرن معاه في اخر 10 دقائق كده يستوي معاه. التوت بقى التوت مر في حلو مزز، ممكن لما نحطه معاه يدي شكل حلو برده قوي. هتعمليه بقى ازاي يا نمنا؟ نعمله زي الشيفات كده. يلا كده بقى كده حركه بقى وبعدين مسحه كده. مسحه كده يلا نعمل كده بمعلقه صغيره نسحبها كده. اوكي كده
كده عندنا ده يدي طعم برضو معاها، مش حابين برضو مش لازم ان احنا نحطه معاه. تعالي بقى نطلع كده وده يطلع خلاص يا جماعه على السفره. السفره هتعجبكم جدا النهارده ان شاء الله، عاملين فيها حركات لذيذه، جو رومانسي يعني. دول بعد لما طلعوا من الثلاجه. اوكي اوكي، عايزه بقى نديهم كده حركتين. تعملي نديهم بقى بايز، ممكن نديهم داستنج، ممكن نديهم بسكر بودره، ممكن نديهم سبرينكلز زي ما احنا عايزين. اي العبي بقى انت شويه. ممكن نعمل اهو دول الحاجات دي كلها برده موجوده عادي جدا. في ممكن دي نحط فراوله بدلها لو التوت مش مش متواجد نحط فراوله. حلوه قوي. افكار بسيطه وسهله قوي، قدرنا ان احنا نعمل طبق زي بتاع المطاعم، شغل فنادق ده اهو. وكده عندنا الحلو بقى جاهز، تعالوا معانا بقى على السفره نشوف عملنا ايه. اتمنى يكون وصفات سهله سريعه عجبتكم. عيد حب سعيد ليكم ولكل اللي بتحبوهم، واستنوني في وصفات جديده وحلقات جديده من عمايل ايديا. شكرا.